فاجأ سعودي ريبورترز المتابعين بهذا الفيديو على يوتيوب، واللي كان عبارة عن فيديو تشويقي للفيديو القادم اللي راح ينزل على قناتهم على يوتيوب، حيث الظاهر انه حيكون فيديو يحكي عن مرض عبد الله والظروف اللي عدى عليها قبل فترة بالمستشفى والعمليات اللي خضع لها. نور مار وقمر عم بنشوفهم كتير مع بعض آخر فترة بالسوشيال ميديا، حيث عم بيطلوا على المتابعين مع بعض وصداقتهم كتير قوية، فهالمرة عم بيحضروا الفيديوهات تعاونية مع بعض راح تنزل على يوتيوب. فشو رأيكم بنور مار وقمر مع بعض؟ أجابت بيسان من فريق فافا نابولي مبارحة عن عدة أسئلة وصلتها من طرف المتابعين، واللي كان من بينها هل ممكن نرجع نشوفك أنت ووسام مثل قبل؟ وأجابت بيسان بي ليش لا لما تكون الظروف مناسبة. وفي سؤال آخر وصلها كان كيفك مع الاكتئاب؟ إن شاء الله يكون راح. وأجابت بيسان بي أنا رحت وهو ما راح. فأعلنت بيسان قبل فترة أنها عم بتعاني من الاكتئاب الحاد بفيديو من فيديوهاتها. أنس وأصالة متواجدين حاليا بالسعودية، حيث وصلوا للرياض قبل يوم لحضور فعاليات موسم الرياض، فأول فعالية كانت مبارحة حيث التقوا بجمهورهم وأعلنوا عن الكرتون الجديد اللي حيكون باسم أنصالة فاميلي على قناة سبيستون واللي رح يعرض قريبا جدا، والأجواء من على المسرح كانت جدا رهيبة. شاركت شهد مبارحة هي الصورة واللي أظهرت فيها تاريخ موعد ولادتها المتوقع واللي كان بالسادس والعشرون من ديسمبر المقبل، وعلقت به قرب موعد الولادة. كيندي مان شارك هالستوريهات واللي أعلن من خلالها عن خضوعه لعملية جراحية برجله من المستشفى. نور ستارز أجابت مبارحة عن عدة أسئلة وصلتها من المتابعين واللي كان من بينها شو رأيك بأسامة مروة؟ وعلقت نور بي هادي ومجنون بنفس الوقت. أسامة الخمس سنين القادمة رح يكسر يوتيوب أكثر من اللي عامله هلأ، تذكروا كلامي. وفي سؤال آخر واللي أثار الجدل بشكل كتير كبير واللي كان تصالحتي معه، فنور غطت الاسم ولكن أجابت بي ما كنت عم بمزح لما قلت لكم ما عندي مشكلة مع أي شخص. فحط الجمهور نارين بيوتي بقائمة الاحتمالات أو حتى غيث مروان، فقبل فترة انتشر فيديو لهم مع بعض. فشو رأيكم أنتو؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات، ولا تنسوا تتابعونا على صفحتنا على انستغرام.